في هذا الموعد الاخباري ان سيحتضن صالون التوظيف في طبعتها الرابعه ما بين العاشر والحادي عشر ديسمبر بباريس فروم مكتب الاستشارات والدراسات والتوظيف العالمي اتيان الذي يعمل على جلب الكفاءات الجزائريه المغتربه والاستثمار بالجزائر بابرام عقود محليه مع مؤسسه خاصه قصد الاستثمار كما تعد فرصه لعوده الكفاءات والادمغه الجزائريه المقيمه بالخارج للاستثمار والحصول على فرصه العمل بالجزائر وكذا استغلال الكفاءات بتجربة عمل ذات مستوى دولي مهم مع توفير ظروف عمل ملائمة وعن الموضوع أصعد باستضافة السيدة من قرار رئيسة مكتب الاستشارات ودراسة وتوظيف العالمي إتيان أهلا بك إذن اذا سيدة امينه قرى سبق وان حضرت معنا في حصص سابقه تحدثنا على المكتب يعني هل هناك من جديد في هذه الطبعه الرابعه نعم في كل عام احنا نجدد أه الخدمات تاعنا ونسيو في كل طبعة تكون فيه جديد وهذا الجديد يكون باتصال مع الشركات وهذا الطلبة اللي متواجدين في الجزائر باش نسيو نوفروا جميع الإمكانيات اللي يكون فيها هذا الاتصال ويكون فيه دي ان ده ده في الشغل هذا السنة عندنا جديد هو من ناحية الإلكترونيكية هو الديجيتال ونا درنا طبعه جديده وهي الاولى في الجزائر هو صالون آه... فيرتويل ان صالون فيرتويل افتراضي, افتراضي. وين يكون في اتصال مع هذه الشركات المتواجده في فرنسا معنا مع كل الطلبه الجزائريين والاطارات الجزائريه المتواجده في العالم في كندا في الإنجليترا في البلدان بلدان الامارات وطرحوا علينا هذا السؤال لماذا لا ما تجوش لعندنا باش نديروا هذا الصالون وحنا لقينا لا سوليسيون ديجيتال مع يعني لكي يتذكر فقط المشاهد المكتب مكتب الاستثمارات يقوم على اساس انه يجمع بين المؤسسات والكفاءات او حتى طالبي العمل والمؤسسات والهدف تاعنا هو تعزيز الكفاءات الجزائريه اللي متواجده في الخارج عبر الشغل او او تاسيس شركات حنا نسيو نبرهنوا ان هذه الكفاءات الجزائريه عندها 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 لا تاعها في الجزائر وهي الجزائريين المتواجدين هنا في الجزائر هما في في حاجه يكون في اتصال النظرة عالميه في في ناحيه الشغل لهذا نحن كل طبعه كل طبعه وكل عام نسيو نطرحوا اجوبه اللي يكون فيها الاجتماع ومن الجديد ايضا في هذه الطبعه هو سهره ويكون فيها ان ديبا نتوركينغ حول لا تيماتيك لي سكسيس ستوري دو الجزائريين اللي تلاقينا معاهم في الطبعات السابقه دخلوا الجزائر واسسوا شركات ولقاو الشغل في شركات عالميه او شركات جزائريه وراهم راهم استقلموا مع المحيط الجزائري وهو نجاح بين <سؤال> يعني علي كيف يعني كيف يمكن الاشتراك في مثل هذه الصالونات على اي اساس ربما هل بارسال ربما السيره الذاتيه او حنا نسيو نوفروا جميع الامكانيات اللي يكون هذه الشركات هل اللي كيكونوا في هذه المبادره يكون فيها كل كل تولي زانغريدون باش يكون فيه في الاخير ان ريكروتمون باش نجوا لهاد المبادره يلزم يكون فيها اون اه انسكريبسيون سور لو سيت انترنت تاعنا باش يكون فيه اه ان فيلتر ونحنا نسي نوفروا اه نوفروا على الهاتف على الاتصال الالكتروني اه هاد لي سي في لي زونتربريز ويكون فيه تانيك ان فيلتر لانه الشركات تطرح علينا من من, من قبل لي بيزون تاعها اون في لي ميتي ولا في الخدمات وحنا نسي نوفروا وين يكونوا فيه يعني يكون هناك تصنيف يعني يتم إرسال سيرة ذاتية عبر البريد الإلكتروني الخاص بمكتب الاستشارات وبعدها يكون تصنيف وتوجيه حسب أي مؤسسة وش تحتاج بالطبع احنا هذا العام سنوت من 800 متشرح في المترشح عفوا في هذه المبادره ما نقدروش نحلوا صالون دو ريكروتمون لكل الناس حنا اللي يكون فيه ان فيلتر باسكو علاش نقدروا نلقاو دي فوا وين لو بروجي دو شيغشي ان امبلوا يكون ان بروجي فاميليال حنا نحبوا يكون المعتني في هذه المبادره المعني المعني المبادره هو اللي يجي لهذا الصالون ليس الام او الاخ او او الجار كما يعني جو... يكون احتكاك مباشر مباشر مم. مع طالب العمل والمؤسسه اللي حتستقبلوا بالطبع اللي يكون معنا احنا, احنا ايضا اه في هذه المبادره يكون معنا دي شيف يكون معنا دي, دي لي ك... لي... لي اللي يجوا لهذه المبادره لانه هو اه سي تري يكون لو كونتاكت مع الـ مع لي بيرسون يعني البعض ربما يتساءل على كما يسمى لا بلاتفورم لا اللي تخدموا عليها انتوما انها الديجيتال يعني ماذا نقصد بالديجيتال ديجيتال. ديجيتال هو اليوم مواد كومونيكاسيون لي تخي بافورمون علاش نقدروا كيما هذا هذا الصالون الافتراضي اللي اسوه في الاول مره هو يعطيك الفرصه بتكون تكون انت في الجزائر باتصال مع انسان اللي راهو في في, في كندا او في امريكا ويكون فيه تبادل. يعني قاعده بيانات الكترونيه. نعم بالطبع. <applause> يعني الشباب الجزائري اليوم لما نتحدثوا مع خريجي الجامعات يعني الهدف تاعو انه هو يكمل دراسه خارج الوطن يعني انتم على غير العاده انتم تجلبوا هذه الكفاءات تردوهم الى ارض الوطن من اجل الاستثمار يعني ما ما علينا اليوم او ما على الدوله ان تقوم به من اجل ربما الاستثمار في مثل هذه الفئات الشابه هنا في الجزائر الاخت صراحة احنا نشجعوا الجزائريين باش يكون عندهم خبره في الخارج ونتبادل الخبرات ونكوراج لا موبيليتي انترناسيونال نشجعوا ان انه الطلبة يكون في في احتكاك مع مع المؤسسه المؤسسه الكوتي بروفيسيونيل يروحوا للخارج واللي كان لكن احنا الدور تاعنا هو نقولوا بلي رحتوا للخارج جبتوا دي كومبيتونس مليح تروحوا للانترناسيونال مي سي تريز امبورطون ثاني كيكون فيها ديفوار باتريوتيك لهاد الجزائريه امنا خدمه الوطن خدمه الوطن ونشوفوا ان هاد 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 راهي متواجده في جميع البلدان لماذا الجزائر لا اليوم ما تكونش اللي تعطي وقت او اهميه لهذه الكفاءات الجزائريه وانا نلاحظوا مبادرات كثيره اليوم نتكلم عليها اللي على هذه الكفاءات المتواجده في العالم وحنا نشجعوا هذه يعني المبادرات. يعني امينه انت كمثال يعني درستي في الجزائر وتوجهتي الى فرنسا لاستكمال دراسه والان تقومين بتنظيم هذه ال المعارض من اجل الاستثمار اكثر في الشباب الجزائري. يعني بحكم خبرتكم واحتكاكم مع هذه الكفاءات اللي ربما عادت هنا الجزائر، هل تمستم ربما حب في خدمه الوطن ولا ربما ما يرجعوا لهنا الجزائر من الاستثمار وجمع المال فقط. لاحظنا احنا درنا احصائيات لانه في طبع الرابعه دوك عندنا ركول هي لاحظنا الهدف الاول اللي لاحظنا فيه من الجزائريين يحبوا يعودها هي عوده الحب للوطن مم. العائله سي ان فاكتور تي وحنا ما راناش نس... نقول لهم هذا اجبار اللي كنتوا وحنا حنا نسيو نجلبوا هذه الكفاءات للجزائر ونقولوا كان فيه استثمار ولاحظنا كثير من الكفاءات لي فرانكو الجيريان لانه متواجدين احصاء كبير في فرنسا الجزائريين متواجدين لي نزادوا في الخارج انه اليوم راهم يطرحوا من وقتهم ميم غراتويتمون يجوا باش يعاونوا ولا هذا هذا ميم لي راي تاعهم نظرة, نظره عالميه اللي تكون فيه تكامل مع مع المؤسسات الجزائريه او هاد الشاب اللي حب يرغب في تكوين مؤسسه مؤسسه ديالو اللي <applause> يكون فيها ان سيرفيس ان دو يعني وحتى انكم ربما تساهموا بطريقه او باخرى في انتعاش الاقتصاد الوطني يعني بجلب الاستثمارات هنا في الجزائر ربما حيكون تخصصات جديده خاصه في مجال التكنولوجيا نعم حنا لهذا اسسنا هذا العام المره الاولى التقاء في ليله 10 ديسمبر مع 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 شركات اللي جو من الجزائر واللي كانوا في الخارج يجوا يطرحوا هذه هذه الفاسيليتي ويقولوا يبرهنوا انه الجزائر في حاجه في حاجه استثمار في حاجه ديفيرسيتي تاع حنا اليوم رانا نشجعوا الميدن الجيريا انه يكون فيه خدمات اوغيدروكاربور دونك رانا نشجعوا في يكون فيه هنايا انا نتكلموا كثير على هذه المبادرات رانا لاحظنا لا سيمين ديرنيير كان فيه مبادرات بوندون اون سيمين على لونتربرونيا حنا نشجعوا وكل عام عندنا الوغ سي اون برون ليكزامبل العام اللي فات درنا احصائيه تاع 150 طالب او جزائري متواجد في الخارج اللي جاء مع يعني مع يونيدي دو دونتربريز وحنا نتبعوا فيهم باش يقدروا يحققوا هذا المشروع. اكيد يعني احنا لا ننكر ربما في جماعتنا هناك نقص في التخصصات نقص ربما في التمويل حتى انهم لما يتوجهوا الى تخصصات تكون يعني تكون غير مجانيه تكون مدفوعه الاجر وهذا ما يكونش في متناول الجميع على العكس انتم ربما تقربوا في مثل هذه الصالونات ربما كنت تقربوا الشباب وخريجي الجامعات وتحثوهم على انهم هنا هناك امل في مؤسسات وحتى ربما انهم ربما يكون الحلم تاعو انه هو يذهب بالخارج الوطن يعني عبر عن طريق هذه المؤسسه ربما يقدر يحقق الحلم تاعو آه، صور هذا العام آه من تاريخ من جديد لاحظنا جات ان, إن, إن ديموند من مؤسسات آه فرنسيه المتواجده في, الـ في الـ او خارج اجنبيه اللي هي في رغبه الاستثمار في الجزائر ولاحظت انه اللي يكون في هذا النجاح يلزم ان ان نستقطب كفاءات جزائريه اللي عندها لا دوبل كولتور في الجزائر وعندها في الخارج والان كان عندنا شركات اللي جايين شركات اجنبيه اللي يطرحوا اه دي ستاج ودي باش يكونوا الجزائريين ويبعتوهم بور لي ايه ايه يبرهن ايضا المؤسسات الاجنبيه راهي في في رغبه انها تستثمر في الجزائر وليكون استثمار ناجح لازم ان 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 تعمل مع هذه الكفاءات الجزائريه. اكيد يعني ما هي اهم التخصصات المطلوبه من طرف المؤسسات؟ لاحظنا ب ب بصفه عامه ثلاث ميادين اللي هما في في دوموند امبوغتون كل هو النقل سبلاي اليوم عندي نصنع Un produit, mais on a une difficulté pour le transporter le distribuer en Algérie. Mm -hmm. Donc, on a dit, la supply chain qui est très demandée, le, le la gouvernance, le management, c'est un métier qui est tous les secteurs d'activité. Mm -hmm. Et de côté, a tout ce qui est la relation clientèle, service après-vente. un téléphone, mais le service après-vente, اكيد لما نتحدث ربما على بعض النقاط أه, لما نتحدث على بعض المقابلات يعني كيف على اي اساس يتم مقابلات العمل؟ هي احنا سيسكو نيسي دو فير نبي سا دي غونكورت نتووركيك نروحوا في الجامعات نروحوا في ديزانستيتيسيون ميم الجمعيات ونسيي نطرحوا

il y a des façons, comment on met les libssos, les libssos, les machines, on un CV, ce n'est pas une distribution de CV, on a des petits on attire l'attention d'une entreprise, on a il faut qu'on se renseigne sur les besoins de l'entreprise. C'est des conseils qu'on préfère les donner par des. Par des باغ دي اللي راهم في الميدان هذا الميدان اكيد سيدة امينه قره يعني من خلال احتكاككم بربما الشباب الجزائري، هل كانت عندكم متابعه ربما لشاب جزائري احتك بمؤسسه اجنبيه وعد الاستثمار هنا في الجزائر، هل كانت عندكم متابعه لهذا العمل؟ حنا نتابعهم بدونيغ تخي تخي بريسيز وانا معاهم نتلاقى كيفاش نجحوا كيفاش داروا ولهذا في ليله 10 ديسمبر في هاد في هذه المبادره اللي نديروها في الليله ونكون في هذا اللقاء يجوا هاد ال هاد الناس باش باش يقولوا لنا كيفاش نجحوا اجوردي انا نسجعوا لو نسجعوا انك تعطي دي كونساي بدون مقابل بس هذا هو سي سا لو اليوم في الميدان تاعنا لازم يكونوا ال... لونفي دو part مع, ال... مع المؤسسات ويكونوا معنا ان شاء الله يجوا يبرهنوا في هذا النجاح ان شاء الله يعني حتى هنا في الجامعات الجزائريه ربما هناك نقص ما كانش اتفاق او شراكه مع المؤسسات الاقتصاديه يعني لما طالب الجامعي ربما من اجل تكوين يذهب الى مؤسسه يعطي لهم ربما لو كارني تاع لكن بدون يعني ما تكونش هناك متابعه لما ينهي ينهي السنه الدراسيه ترى ما كانش عمل. بالطبع انا بيرسونيلمون جربتها كي كنت في الجزائر آه نقص لونكادرومون ما كانش فيه اون اكومباني ما لو باش باش يتاقلم مع في هذا المحيط تاع المؤسسه ولهذا احنا اليوم رانا في رغبه ورانا مفتوحين المجال اللي يكون فيه نقاش مع مع الجامعات الجزائريه لكي احنا نقدروا نجيبوا لهم ميم ديز كي يعطوا هذا لو يعطوا دي كونساي كيفاش تدخل اون انتربريز وكيفاش هذه المؤسسات اليوم يلزم ان تكون هي ثاني كدير اني فور باش بيان هذا لو باسكو هو الهدف الاولاني واللي يكون فيه هذا الشغل في, في من يعني المنبع ما الذي يجب ان توفر في طالب العمل لما يتوجه الى مكتب الاستشارات واش لازم يتوفر عليه كدراسات او ربما خبره في ميدان هي الدراسات بالحقيقه انا درست في الجزائر وفرنسا يا أوكين ما كانش ديفيرونس في النقص اللي لاحظته في الجزائر باسكو عملت في الجزائر قبل ما نخرج لاحظت انه هو ان مانك دو ميسيون ما عندناش هذه هذه النظرة النظرة تاع المؤسسة لهذا احنا اليوم عن المؤسسات تجي تطرح دي ميسيون دو الطلبة باش تعلمهم يكون في هذا الوصل همزة الوصل بين بين الجامعة والعمل ما هو كسؤال اخير ربما ما هو البرامج المستقبليه لمكتب الاستشارات؟ احنا كما درنا هذا العام في الجزائر مبادره اسمها كفاءتكم كان فيها كان تشجيع كثير من السلطات الجزائريه ومن الكفاءات الموجوده في العالم أه ودي مانيير كونكريت في, في, في درنا 90% من 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 ريزلتا معنا كل المؤسسات في ال... من ناحيه عامه لقوا لقاو الكفاءات و... وكان فيه شغل في, ال... في الاخير لهذا اليوم احنا نجدوا هذه المبادره العام الجاي في مارس 2017 و... و... ونشجعوا كل هاد الجزائريين يجوا لهذه المبادره ويكون في هذا الاتصال والنقاش احنا هذا شيء مهم ان شاء الله, في الله. في... احنا نتمنى لكم التوفيق ايضا شكرا لك سيده امينه قرار رئيسه مكتب الاستشارات والدراسات والتوظيف العالمي اي شكرا جزيلا لك